في دردشة المساء كما سبق قلت بأنه معنا الدكتور نبيل شكوع أخصائي نفسا، وغادي نتكلموا على الجرائم ديال القتل. ولينا تنشوفوا جرائم قتل بشعة بشعة جدا، يعني تنشوفوا تنكيل بالجثة، تنشوفوا قطع الرأس، تنشوفوا قطع اليد، تنشوفوا بزاف ديال الأمور اللي أصبحت بشعة جدا. الخطورة في الجرائم والقتل والتنكيل بالجثة إلى آخره، لأن هذا ماشي مغربنا أبدا، وإحنا المغاربة أبدا عمرنا ما كنا بحلوكا أبدا أبدا عمرنا ما كنا بحلوكا أبدا. إحنا بلاد الأمن والأمان والسلم والسلام والمحبة والتعايش منذ زمن بعيد جدا، منذ قرون. لكن تغيرت الظروف، وخليني نقول بأنه عوامل كثيرة فيها النفسي، فيها بزاف ديال الأمور تدخلت، وفيها المخدرات القرقوبي خاصة تدخلت باش ولا الإجرام عند المجرمين بطبيعة الحال ما نقولش، رغم أن حالات استثنائية ورغم أن حالات معدودة ولا تشكل القاعدة عند المغاربة بطبيعة الحال، ولكن ولينا تنشوفوا هذا التنكيل بالجثث وهذا الفظاعة وهذا الخطورة. كما قلت ماشي فقط في ارتكاب الجريمة بهذا الشكل، الخطورة في أنها تتبارطج في مواقع التواصل الاجتماعي والإقبال عليها كبير جدا، وتتبارطج بكل تفاصيلها، بدك الدم بدك البشاعة تتبارطج. فموضوعنا اليوم من الأهمية القصوى اللي خصنا يعني اللي خصنا نسلطوا عليه الأضواء الكاشفة. معنا السي نبيل شكوح كأخصائي نفسي للحديث، فكنا احنا بغينا نتناولوا بعض الصور والفيديوهات اللي عندنا، ولكن اللي بشاعتها وخد ديرها فلو وخد درق اللي درقتي تتبان ديك البشاعة. ارتأينا أننا ما نديروا لا فيديو لا صور، ونهضروا ندخلوا في صلب الموضوع مباشرة مع الأستاذ نبيل شكوح. السلام عليكم سي نبيل. السلام عليكم، شكرا مرة أخرى. الشكر لك سي نبيل شكوح على تلبية الدعوة مرة ثانية كأخصائي نفسي. إذا سي نبيل، المقدمة اللي درت بداية أنا بغيت غير في يعني بين قوسين في دقيقة أو دقيقتين، لأن ماشي هو هذا موضوعنا بالضبط. الجرائم الآن تنشوفوا بعض الجرائم اللي ترتكبوها البعض وعلى قلتهم، باش نعاودوا نقولوا الناس راه ماشي هي ديال القاعدة المشكلة للمغاربة، لا، المغاربة هم أهل سلم وحب وتعايش، ولكن ولينا تنشوفوا بأن بعض الجرائم القتل ترتكب فيها تنكيل بالجسد بشكل فظيع جدا. لماذا الأستاذ نبيل شكوح؟ واش الأمر مرتبط ببعد نفسي أم هو مرتبط بعلاقة القاتل بالمقتول؟ السلام عليكم مرة أخرى. في الواقع الظاهرة ملي كنكونوا بصدد ظاهرة نفسية، نحن بصدد ظاهرة يمكننا نتناولها تناول فردي، بمعنى أن كل جريمة يمكن لها دار لها قراءة ويمكن لها دار لها حلقة خاصة، فبالتالي لا يمكن أن أقول بأنه هناك قاسم مشترك بين كل هذه الأنواع ديال الجرائم، ولكن ما يمكن أن ناخذه بعين الاعتبار هو أن الشيء اللي ولات كتميز به الآن هو أنها بدينا كننشروها وبدينا كنخليو الناس يتفرجوا فيها. إلا كان الجاني ارتكب جنايته لسبب من الأسباب، إما لأسباب نفسية، أسباب اجتماعية، أسباب أو لأسباب اقتصادية، أسباب متعددة، استعمال المخدرات والمهلوسات، فالأفضع من ذلك هو ذلك الذي سيصور هذا المقطع ويعني ديفيزي الآخرين. وهنا يمكن الأمر أفضع، هنا يمكننا أن نتحدث على أسباب نفسية بالشكل الأكبر. أما ظاهرة الجريمة فهي ظاهرة يمكن متعددة المدخلات، وبالتالي لا يمكن الإحاطة بها في يعني في موضوع واحد. نعم، إذن
كما فهمت منك الأستاذ نبيل الشكوح بأنه هي الجريمة كيف ما كانت بشعة، سواء فصل الرأس على الجسد، قطع الأطراف، وداك الشيء اللي تنشوفه كيف ما كانت بشعة، فما يمكنش نعطوها واحد الإطار خاص ونحصروها فيه، لأن كل جريمة عندها أشياء متعلقة بها، وتقدر تكون علاقة القاتل بالمقتول، تقدر تكون عوامل نفسية، تقدر تكون مخدرات، تقدر تكون أشياء كثيرة. إذن كما قلت هذه بوحدها خصها حلقة خاصة بها باش نتكلموا عليها. إذن نمشيوا لموضوعنا الأساسي اللي هو البارتاج، أن الجريمة تتوقع. أنا مثلا سأتذكر فيما أتذكر للمغاربة تقريبا كلهم بارتاجوا، تقريبا نقدر نقول لك الملايين المغاربة شافوه، هو جريمة أسفي. جريمة أسفي كل شيء تذكرها، كيفاش أن هذاك كان يضرب لاخر بسيف وطيح لدرجة تقطع عليه يدو وما خلى فين ضربه في راسه إلى آخره. مهم البشاعة ديال ديك الجريمة وقعت في واحد الحي في أسفي في واحد الزنقة، فإذا بها المغاربة كلهم تشوفوها في ظرف يوم أو يومين. هنا تنهضروا على الخطورة ديال الجريمة، هنا ملي تتبارطاجا وتتولي عند الصغير والكبير. السي نبيل شكوح، هنا فين تتجلى خطورة البارطاج ديال جرائم القتل بهذه البشاعة؟ هنا أنا صراحة هاد سواء هاد الواقعة أو وقائع أخرى وبعض الأشياء التي يعني صادفت أحيانا في الشارع ورؤية نماذج أخرى لها، الإشكال اللي عندنا هنا هو واحد الشخص ماشي شكون شاف، يعني منين غادي تبارطاج المحتوى كل واحد وقناعته، كل واحد واهتماماته، كل واحد منين غادي يجيك المحتوى أو يتفرض عليك واش تقبل تشوفه ولا ما تقبلش، واش غادي تكون عندك الجرأة أنك، وفيها نقاش حتى هي علاش واحد غادي يبغي يشوف هاد المقطع ولا ما بغاش يشوفه. ولكن أنا صراحة اللي كندهش له بشكل كبير وكيطرح لي يعني الاستفسار والمحاولة الفهم الإكلينيكية، هي شكون هذا اللي كان جالس وفي كل هدوء وطمئنان وكيصور مشهد من هذا القبيل؟ هنا سؤال كيتطرح. في الواقع الشخص اللي ممكن يكون في ظرفية بحال هذه وعنده من الأريحية باش يصور وهاني، هنا صراحة خصي تطرح أسئلة ديال مدى الصحة النفسية لهذا الشخص. علاه؟ لأنه كان عارفه، لأنه عندما يكون الشخص إزاء وضعية مهددة، عندنا جوج ديال الأنماط ديال السلوك التكيفية ديال الإنسان، كنقولوا fight or flight، المواجهة أو الفرار أو إخلاء هذا المكان. واحد الشخص كيتعرض للتعنيف، واحد الشخص كيتعرض للإيذاء، واحد الشخص كيتسرق، واحد الشخص راه يعاني، راه في واحد الوضعية ديال المعاناة، واحد بكل أريحية جالس كيصور. علاش راه يصور؟ بعض الحالات واحد الشخص مجرم سرق لشي وحده وباش نصوروه ونبقاو عاقلين عليه، ممكن واحد الشخص يدير هذا السلوك مقبول مفهوم الى حد ما عنده غايه، ولكن واحد كيتعرض للإيذاء، واحد جالس، او لا واحد المشهد اللي شفته انايا شخص عاري، واحد داير الهاتف من تحت منه كيحاول يصوره. هنا صراحه انا ملي كنشوف هذا السلوك هذا كنطرح سؤال، شنو هذا السيد هذا علاش راه يتصرف بهذا السلوك؟ بخلال المرجعيات النظرية، ما زال ما طرحناش هادشي للدراسة الميدانية، ولكن من خلال المرجعيات النظرية لا يمكن أن نفسر هذا الأمر تشهير بالمحتويات غير اللائقة إلا من باب اضطرابات في الشخصية وطرق إدراك الواقع بشكل غير سليم وغير منضبط وغير متكيف. كيف؟ إما هذا الشخص أنه هو يقوم بهذا العمل ما عندوش قدرة على التعاطف، بمعنى أنه لا يحس أو لا يشعر بمدى المعاناة اللي في هذاك الشخص، باش نكون أنا يا إناكتيف ما كندير تسلوك ديال الإنقاذ أو لسلوك ديال ندير واحد المبادرة ديال من أنا كنعرفو حتى في التقاليد ديالنا وفي الأعراف ديالنا الدينية ولا الآخر، أنه من أنقذ روحا كمن أنقذ يعني وحتى أنقذ الناس جميعا. نعم، وحتى في القانون دكتور نبيل، حتى في القانون بأنه لابد من تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر.
إذا الأمر إلى كل التشريعات القانونية والدينية والأخلاقية والفلسفية ومنين ما بغيتي إياها أنها تدعو أن الشخص يدير سلوك اون اكسيون فيغ لا فيكتيم باش ينقدو كنتفاجئوا بشخص اناكتيف. إذا عندنا واحد الباب بأن هذا الشخص ما قادرش يتعاطف، ما حاطش نفسه، ما عندوش القدرة على التعاطف. ومشكلة ديال التعاطف أزمة في الشخصية، اضطراب في الشخصية، واحد الطريقة ديال مونك دومباتي وشعور بأنه منعزل عن العالم. غادي نشوفوا هذا الانعزال عن العالم الواقعي سببها شنو هو. كاين كاين واحد النمط من التفكير هو العقاب، يعني كيفترض أو كيتوقع أو كيشوف بأن الشخص اللي كيتعرض لهذا الشيء كيستحق، وبالتالي مزيان نصوره إلى غير ذلك، كما لو أنني أتلذذ برؤية شخص آخر يعاني. النقطة الثالثة هي هذه، تلذذ بمعاناة الآخرين، وهذا نوع من الاضطرابات الحدية في الشخصية واللي خصها علاجات نفسية. ثم عدم وجود حدود وضوابط. كيفاش عدم القدرة على ضبط النفس والالتزام هو منين؟ واحد الشخص كان نفترض أن هذا الشخص ما قادش أنا نقده وما قادش نتصرف معاه، ولكن شكون هذا اللي اعطاني الحق نصور واحد الوقت شي حاجه كتخصه هنا، انه كتولي هذاك الشيء اللي كيعاني هذاك الشخص بلا ما ندخل في التبعات النفسيه والقانونيه والاخلاقيه والدينيه، ولكنني كنتطاول وكنتجرأ على انني كنصور حياته. علاش؟ لانه عنده مشكل واحد هو انه كيفكر بالليل شحال غادي يحصل من جام وشحال غادي يشوف ديال لي في على هذاك المحتوى اللي غادي ينشر. إذا هنا الإشكال، انتقلنا، وهذا مجتمع كنعيشوه، واقع كنعيشوه، انتقلنا من مجتمع من فرد يعيش الواقع الحقيقي إلى شخص يعيش واقع افتراضي. وأصبح الواقع الافتراضي ويعني كل ما يفرضه علينا هذا الواقع الافتراضي من واحد المنافسة شديدة، واحد الرغبة في الحصول على الشهرة، واحد الرغبة أنه الشخص يمكن يدير اي حاجه، ما بقاش لا كاليتي دي كونتوني، ولات خصني نقلب على واحد المحتوى اللي يجذب الاهتمام الاخرين حتى لو تطلب مني الامر انني نتجاوز الحدود ونتجاوز الضوابط. هذا هو مبدأ اليمين. نعم، هنا فكرتيني دكتور نبيل، فكرتيني في واحد الفيديو خطير جدا، وانا كنت تكلمت عليه هذا الفيديو هذا حقيقة، وخصص لي ما يقارب الساعة اللارو 45 دقيقة في برنامج الإذاعي برلمان الشعب. الفيديو كان قديم شوية، شحال هادي تبارطاجا بشكل كبير. الواعر في الفيديو هو أنه جريمة قتل بشعة ديال واحد ثلاثة ديال الأشخاص أظن، اللي باركين تينكلوا بواحد هو حي، واحد تضربوا بمقدة كبيرة، عرفتي داك الساطور الكبير اللي تكون بحال عاد البومبيه، وهذاك تضرب فيه، واحد يهز حجر كبير وتضربوا الراس على اين. ماشي داك الشيء بشع، بشع حتى في التعاويد راه تيبان بشع. الجريمه فين وقعت؟ في دوله من دول امريكا اللاتينيه. شي دوله؟ واش كولومبيا، واش البرازيل، واش الشيلي؟ دوله من دول امريكا اللاتينيه. فشدوا شي شباب مغاربه للاسف الشديد وترجموه بالدارجه، ماشي ترجموه، انما داروا الصوت اللي فوقو ديال الدارجه. نعم فهمت. وتيقولوا عطيه، قتلوه، قطع لي راسو، دير لي هادي، الى هادي، عطيه. وكان ديك الجريمه واقعه في المغرب. شو على تحول شحال خطير هنا. مثلا هذا الجريمة علاش باش يبارطاجيها وقيلا ويحصد الكثير، ما عرفش من لي فيوز، شو اش دار كارثه، دار شيء خطير جدا، وما فكرش بان ديك الجريمه تقدر تسيء الى المغرب كبلد الامان والسلام. هذا النوع من السلوكات إضافة إلى الأمور التي تحدثت عنها في السابق، وهي إذا توفرت في الشخص هي كنسميها إحنا خططات مبكرة إن ضبطي، غير متلائمة أو غير وظيفية، بمعنى أنها تؤدي إلى اضطرابات على مستوى شخصية الإنسان، وحتى تغييرها ماشي بسهل، يعني حتى العلاجات ديالها كتدخل في لاتيغابي تشيما خصها واحد المئات من الحصص، وحصة كل أسبوعية ولمدة طويلة. ولكن إضافة إلى هذا الأمر، وخصوصا مع المثال اللي قدمتي، هناك نوع من المثال اللي قلت قبيلات، شخص كان شوية يعني لا يمتلك قدرات عقلية، زول حوايجه بقى كيتمشى في الشارع، واحد إنسان يعني الهيئة ديالو هيئة محترمة، ولكن أتفاجأ بأنه يسحب هاتفه
يسحب هاتفه من 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 الجيب ديالو وبطريقه يعني خفيه يحاول تصوير هذا المشهد، في حين شفت اشخاص لا انا لا الناس اللي كانوا ديال واحد ستاسيون ديال الغازوال هزينا شي حاجه باش نحاولوا نغطيو ذلك الشخص. اذا بقيت كنقول شنو الفرق بين هذا السلوك وذلك السلوك، يعني واحد كيدوز لاكسيون كيحاول يحل المشكل والاخر عايش واحد الحاجه اللي ماشي صحيحه. الاشكال اللي عندنا هنا وهنا هذا عاوتاني خطير ومرتبط بهذا العالم الافتراضي هو التبلد الانفعالي، واحد النوع من البلاده والتبلد والبرود الانفعالي، سميها كما بغيتي واللي سميتيها صدقه في هاد الناس، بمعنى انه وصلت وهنا اضطرابات عاوتاني انفعاليه معينه وصلت بالاشخاص انه يخرج على المضمون اللي هو مضمون دموي، مضمون لا اخلاقي، مضمون فيه لا انسانيه، الا بغينا نختصروا الوصف ديالها نقولوا هو لا انساني، هو خدام كيعلق عليه ومسالي كما لو انه عايش واحد ان ديفازاج، واحد تباعد معين بين ما يجب ان يشعر به في تلك الحاله اللي هو الاشمئزاز، اللي هو الرثاء لهذاك الشخص، اللي هو عدم تقبله ويضفي عليهم سالي وعنده كاع الامكانيات باش انه يدير مضمون معين او لا يترجم الى غير ذلك. هنا ما يمكننا نفسروا هذا الشيء، ها علاش انا قلت لك قبيله خلي اللي ارتكب الجريمه عندها ألف تفسير، ولكن اللي هنا في هذه الوضعيه ما عندوش ألف تفسير، عنده مشكل سيكولوجي محض والتعامل معه تعامل سيكولوجي محض. هذا شخص اللي خصو يراجع نفسه ويراجع إمكانياته الذهنية والنفسية وأهليته النفسية اللي تخليه يتصرف. إذن إحنا أمام وضعيات شنو خصو يدار؟ أستاذ نبيل قبل ما نمشي وشنو خصو يدار، خلينا في نشوفوا يعني التأثير على المتلقي بهذا البارتاج ديال الجرائم القتل البشعة وغيرها. واش ممكن نهضروا استاذ نبيل على ممكن نوليو امام التطبيع مع الجرم، خاصه عند الجيل الناشئ اللي عنده الامكانيه ديال انه يطالع على الجرائم عبر البورتابل ديالو، واش ممكن نهضروا على التطبيع مع الجريمه؟ نعم، اذا التطبيع مع الجريمه هو المفهوم اللي كنت بصدد الحديث عنه، هو البلاده. شنو هو التطبيع؟ هو ملي كتولي كتشوف واحد الحاجه ما كتترك عندك حتى انفعال مناسب، وبالتالي كيولي عندك رؤيه هذا المشهد او ذاك كما لو انك ترى شيئا عاديا، وبالتالي هنا واش هذا غادي يحولك الى مجرم او لا، هنا نقاش اخر، نقاش في علم الجريمه وسيكولوجيا الجريمه. ولكن على الاقل حتى الا ما وصلش الانسان انه يولي مجرم، ولكن كن على يقين بانه عنده مشكل على مستوى التفاعل ديالو وكيفيه هذا النوع، هذه الكلمه، هذا التطبيع مع الجريمه، هي هذيك اللي كنت كنتحدث عليها، البلاده او التبلد الانفعالي، نوع من شيء يجب ان يثير انفعال معين وهو يثير انفعال يعني عادي وطبيعي، وهذا هو ما معنى يعني ما قلته، شكرا لك، هو نوع من التطبيع. استاذ نبيل، واش يعني من هالشي اللي قلتي كامل، واش نقدروا نقولوا بانه من يبحث عن البوز، من يبحث على الشهرة عبر فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه الفيديوهات، لفيديوهات إما مرتبطة بجرائم بشعة إما مرتبطة بأشياء مخلة بالحياء، سواء كانت لفظا سواء كانت هكذا جسدا وصورة، واش ممكن نقولوا بأن الذي يبحث على البوز من خلال هذا الشيء هذا راه مريض نفسيا، عنده مشكل نفسي؟ وشنو ممكن نسميه من غير هذا الشيء؟ قد تقول لي لا راه بغى الفلوس، لا بغى كذا، لا بغى يدير، لا بغى يحقق، باش انك توصل تحقق الشهرة او تحقق البوز او لا تحقق يعني مبلغ مالي من واحد السلوك مشين وعلى حساب اخر، لا يمكن ان يكون الا انه عنده مشكل نفسي، ما عندهاش شي حاجه اخرى تقدر واحد. سيد نبيل، واش هذا ينطبق على الصحفيين في المقاولات الاعلاميه اللي هنا رحنا في سياق اخر، لانه احنا
شنو اللي كيخلي الإسلام دين رائع؟ علاش؟ وأصح حديث اللي ما فيهش نقاش، إنما الأعمال بالنيات. بالنيات صح، نفسر لك شنو شنو شنو, شنو بغيتي. أما علاش دارت الشيء، علاش دار واحد السلوك، خصني لانتونسيون. علاش قبيلت كنت نتحدث معك في لانتونسيون، شنو من مور الشغل ديني، شنو من مور ممكن يكون شي شخص كيزاول هذه المهنه او لا وعنده مشاكل، غادي يميل لواحد النوع من المحتويات او غادي يميل لواحد النوع ديال الاخبار ممكن، ولكن على الاقل الاطار المهني كيعطيك اطار قانوني واطار اطار اخلاقي صح صح صح. حنا ميمكنش صحيح، حنا ميمكنش كاعلاميين، هذا كان واحد القوس فتحناه وصافي، ميمكنش كاعلاميين لا بغينا نهضروا على جريمه بشعه وقعات اننا نبتوها للمشاهد الكريم هكذا بالدم ديالها بالراس مقطوع، ابدا تنضركوا داك الشيء، لان تنحترموا المتلقي خاصه ملي تكون الجيل الناشئ. عندنا ضوابط بالفعل، فاننا الا كنا بغينا نديروا فيديو ديال واحد مثلا خسر الهضره، فميمكنش نسمعوا الناس هذيك الهضره اللي تتخسر، ممكن انه يدوي وتسمع ديك طيط ويدوي وتسمع ديك طيط كونكوارا، راه حنا نحترم المتلقي بطبيعه الحال. قول لي يا استاذ نبيل شكوع باش نختم معاك، شنو المعمول امام هذا الوضع الشاد كذلك؟ المعمول هو واحد الورش تربوي اجتماعي خصو يكون كبير بزاف. كان اللي عندنا وسائل التواصل جايه فرض، ماشي جايه راها جات وفرض انفسها وغتفرض مستقبلا، رحنا ماشي للميتافيرس الى غير ذلك، وشوف شنو غيكون تما عاوتاني. اللي خصني انا، الحمد لله المغرب دار هذا بقياده صاحب الجلاله التنميه البشريه، اي اننا يجب ان نشتغل على العنصر البشري، يجب ان نؤهل العنصر البشري باش منين غتجي هاد وسائل التواصل شنو ما بغى. هي وسائل التواصل ما هي الا وسيله، وسائل وبالتالي توظيفها هو هذا الانسان، يمكن أن يوظفها في الخير ويمكن أن يوظفها في الشر، وبالتالي لا يمكن أن أربط خيرها وشرها بالوسيلة، أربطها بالذي وظفها. إذن هناك ورش اجتماعي لا بد أن اجتماعي تربوي نفسي كذلك بطبيعة الحال، لأن النفسي هو اللي غادي يأثر هذا، وورش قانوني كما الحصة اللي دازت أو الحلقة اللي دازت قلنا بأن القانون أحيانا عنده دور بأنه ما نسينش شيء تغير المجتمع وعاد نسين، لا أحيانا القانون كيدير لك ضوابط، وراه شفنا مونك دو ليميت، أن بعض الناس ما عندهاش حدود، ولكن إذا كان النص القانوني غادي يردع كل شخص يخول له نفسه أنه يتطول، والقانون المغربي راه واكب هذه النقطة هذه، عندما منع نشر محتويات تخص الآخرين بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب، اللهم إلا كان الشخص الآخر يقبل. إذن فهناك عدة أوراش جوهرها الإنسان. نعم نعم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الأمور يعني تمشي نحو الأفضل، وأن الناس اللي عندهم الثقافة ديال التمييز ويعرفوا بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي آلية عادية كما قلت، كما هي كل آليات، لا خدينا السكين، الموس راه عادي، راه عادي آلية، تقطع به الخضرة، تنقي به الخضرة، دير به وممكن تقتل به، فانت حاسب انت كيفاش انت تركيبتك النفسية وثقافتك وعقليتك ووعيك وضميرك وروحك وارتباطك بالله وارتباطك بالإنسانية فين تستعمل ذاك الموس. هنا للختام دكتور نبيل، تنجيو هنا التأهيل النفسي أو الدعم النفسي. احنا في المغرب للاسف الشديد باقي احنا ما عندنا ديك العقليه، عند بزاف العقليه ديال ان طبيب نفسي باش نمشي ندير عنده غير تاهيل نفسي عادي، دعم نفسي اللي ممكن يديرو اي واحد. انا حسيت بواحد لو ستريس وحسيت براسي مثلا الشغل ديالي الخدمه ديالي فيها لو ستريس كثير مثلا، وهذاك لو ستريس اثر عليا وليت مثلا كثير الغضب، راه ما فيها باس انني نجي عند طبيب نفساني ونقول لي راه وليت كثير الغضب، ماشي بالضروره راك مسطي ولا صافي وراه ما غادي يخرج لك لا دواء لا والو، انما يدير لك واحد الدعم نفسي من اجل انك تعرف هذاك لو ستريس وكيفاش تغلب عليه الى اخره. حنا من المشاكل اللي عندنا هو هذا عدم الاقبال على الطبيب النفسي من اجل فقط الدعم النفسي، وباقي تنشوفوا بان الدعم النفسي راه اللي تيمشي ليها الحماق. بغيتنا رسالة من عندك السي نبيل لكل من تشاهدنا على شاذة تيفي، ومساء الخير يا مغرب.
وصراحة كما هو احنا مازال كاينه تمثلات خاطئة صراحة، ولكن المجتمع بدأ يعي هاد الحاجة أو لهذه الخدمة ديال الأخصائي النفسي اللي كتخرج من كلية علم النفس بحال المثال ديالي، أو للطبيب النفسي اللي كتخرج من كلية الطب. فهذه الخدمة النفسية سواء عند هذا أو ذاك الآن أصبح الوعي بها صراحة أكثر، ولكن في هذا السياق اللي كنا هذا النهار بصدده صراحة هؤلاء الأشخاص عندما نتحدث عن خطاطات فهؤلاء الأشخاص لا يعون بأنها خاطئة، بل على العكس فهم يعتبرونها صحيحة ويدركون بها الواقع، وهنا الإشكال. لذلك هاد الناس وهاد الناس ما كيحتاجوش في هاد المثال اللي راني في هاد الموضوع ديال الحلقة، هاد الناس ما محتاجينش دعم وتأهيل، محتاجين علاج، وهنا الخطورة أنه كيحتاجوا علاج. أما لو أن المسألة مسألة دعم أو تأهيل لكانت الأمر التوعوي والإعلام يمكن يؤدي هاد الدور، هاد الناس خص علاج. لذلك قلت هو ورش تربوي اجتماعي. أما بخصوص الخدمة النفسية فأنا متفائل صراحة بأنه أصبح هناك إقبال، وحتى اللي ما زال عنده شك أو ريبة أو تخوف أو عدم رغبة صراحة مع الوقت الأمر بدأ في التراجع، وهنا صراحة ماشي هما اللي خصهم يقتنعوا، خص الأخصائي والطبيب يكون في مستوى هذا المطلب الاجتماعي باش يولي الطلب عند هاد الناس عوض ما يمشيوا المسالك ومخرجات أخرى خارج إطار لا التقاليد ولا كذا، وبالتالي كيمشي عند شخص آخر باش يعالج. نعم، وهذا قد يزيد الطين بلة. شكرا لك دكتور نبيل شكوح، شكرا جزيلا أستاذي الفاضل، شكرا.